جلال. أهلين بكري. أهلين فيك. شو قصتك من على الصبح؟ وضعك ما عاجبني. شو رأيك تفتح لي قلبك وتقلي شو المشكلة؟ بارح طول الليل ما نمت، فقلت لحالي خليني أطلع وغير جو. مو صحيح هالحكي يا جلال. شوفي احكي لي. والله العظيم مالي مصدق اللي ساويته. كيف بتقبل تبهدلني وتقلل قيمتي وتلبسني طوق فالصو يا جلال؟ لك كيف؟ وين رايح؟ شو هالكياس اللي بايدك؟ طالع مشوار مع رفقاتي، مشان هيك اشتريت كم غرض. اوف يا بكري اوف، حاسس حالي كل يوم عم بغرق أكتر وأكتر. كل ما فتحت باب بيتسكر بيوشي عشرة. فهمني شو صاير معك وحاجة تحاكيني بالألغاز؟ في شي مشكلة بالشغل؟ ما أنت أكتر واحد بيعرف إنه الشغل مانو مستقر، يعني مثل ما بقولوا يوم إلك ويوم عليك. ما أنت تاجر قديم وبتعرف. خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. طيب مثل ما بدك، ما رح أجبرك إنك تحكي هلأ. أنا بفضل إنك تروح هلأ على البيت تفطر وتعمل دوش دافي، ولما بدك تحكي بتعرف وين بتلاقيني. شكرا بكري. مرحبا أقبال، كيفك؟ أهلين بكري، منيحة. كأنه تعبان كتير من الركض؟ لا والله ما ركضت اليوم. ليش بقى؟ شفت جلال بالجنينة، وشه ما عم يتفسر، ظاهر إنه متخانق هو وزينة. مثل العادة، هالشغلة مو غريبة عليهم، وأصلاً هي زينة صايرة عم تتخانق مع دبان وشها. شو شفتي منها حتى تحكي عنها هيك؟ يعني هي مرة كتير ظريفة. ظريفة؟ أقبال، عم قول لحالي إذا بتحكي معها وبتفهمي منها شو صاير بيناتهم. لا ما تدخلني بيناتهم بكري، بكرة بيتصالحوا مع بعض وبنطلع نحن بسواد الوش. ليش حتى يسود وشنا؟ إقبال روحي هلأ اتصلي فيها إذا إلي خاطر عندك. بعد شوي بتصل فيها، بس مشان تعرف قديش غلاوتك عندي. يلا روح أنت خد حمام. يلا رايح. إقبال بهالفترة حكيت شي مع أليس؟ مشان؟ يعني بخصوص أوضتها، حكيت لك شي عنها؟ لا ما حكيت لي، وأنا ما حبيت أضغط عليها. هيك منيح. يلا فايت تحمام. أوكي حبيبي. أهلين حبيبتي إقبال. أهلين فيكي زينة، كيف الصحة؟ أنا منيحة، وأنتي شو أخبارك؟ يعني ماشي حالي، بس تعرفي دايما في تعب. يعطيك العافية. تسلمي زينة. أنا مشغل بالي على الحفل الخيري، فإذا فاضي بتقدري تمري لعندي؟ عم بستناكي. أهلين زينة، تفضلي. شكرا حبيبتي إقبال. تفضلي لجوا البيت بيتك. طمنيني كيف صحتك زينة؟ مبين مو مبسوطة. لا ما في شي، بس يمكن مجوبة شوي. واضح حبيبتي انه عيونك تعبانة، بجوز ما تكوني نايمة منيح بالليل. بجوز مبارح نسيت حتى التلج تحت عيوني، ما بعرف كيف نسيت. شو بدها الوحدة تتذكر لتتذكر؟ بصراحة اليوم الصبح بكري شافه لجلال وكان مبين عليه انه تعبان. صاير شي؟ قصدي انه متزعلة شي انتي وياه؟ وشو بده يكون في حبيبتي؟ بس هذا جوزي ما بعرف شو صاير له، يمكن الرجال بس يكبروا بيصيروا يغلطوا. شو القصة؟ يعني في شيء له علاقة بالشغل؟ لا لا مو بالشغل. بصراحة اجا وهرجي ضحكان على جوزي وغاشه. المشكلة جلال كان مأمن فيه. بحياتك لا تأمني لحدا. أنا ما عم بفهم عليكي شيء. هلأ تتذكري هداك الطوق اللي اشترى لي يا جلال بعيد زواجنا؟ تتخيلي انه طلع فالسو؟ يعني جلال تورط واشترى لي اياه. ايه وطبعا انجرح كبرياء وحس حاله انه صغير قدامي. يعني هو بيعرف منيح مين انا، وبيعرف اني ما بقبل البس اي شي فالسو او ما له قيمه. مو مشكله رح يشتري لي احسن منه.
ولأنه ما بيهون عليه زعلي قرر يرفع دعوة، بس أنا قلت له ما في داعي، ليش لنوجع رأسنا حبيبتي؟ ليك يا عصمة، لو ماني متضايق ما كنت طلبت منك، بس والله أموري تعبانة. معك حق، بعرف إنه الأمور مسكرة بوش الكل. طيب شكرا لك. شو هاد يا جلال؟ شو عم تعمل بحالك؟ ما بدك اياه؟ ايه والله مثل ما عم خبرك، يعني كل ما اقول فرجت بترجع بتتسكر بوشي، حتى شغلة الجمعية ما مشي حالها، حاسة حالي رح اتبهدل قدام العالم. هلا انت شو بدك بالعالم؟ عملي حفلة صغيرة مو اكتر. صباح الخير طنزينة. ماما شفتي لي شي وين علبة المسكرة تبعي؟ لا حبيبتي، وين بدي شوفها يعني؟ ايه وكرمال هيك كنت عم فكر اني ساوي هالحفلة الخيرية بالشاليه الكبير اللي عنا، بس كمان هاي ما زبطت، يعني مو معقول النحس اللي عم يصير معي بهالايام، اكيد في حدا طارقني شي عين. طيب انا رح اعمل قهوة، بلكي بتروقي اعصابك وبتهدي بالك. ايه بس منيح انك ما عملتي الحفلة بالشاليه طنزينة، لانه كنتي رح تشوفي مناظر بشعة. مناظر شو اللي عم تحكي عنها حبيبتي؟ ايه معناته مجد ما خبرك، لانه هو اخذ البنت اللي قاعده عنا على الشاليه وقضوا فيه ليلتين، فمنيح انكم ما كنتوا فيه، يعني تصوري حالك مع المعازيم وفي شي عم بيصير بالغرفه الثانيه. يلا بالاذن انا لازم روح هلا، ما بدي اتاخر على رفقاتي. معقول يساوي هيك؟ هاجر شو صار معك بالشوربة؟ الشوربة جاهزة هون، ساويت لك أطيب شوربة بمرقة الدجاج والعصفور، أكيد رح تعجبه. مينو ها؟ سميح مريض اليوم، قلت لحالي الشوربة بتنفعه كتير. برافو عليكي، أحسن شي بتعملي. لكن سكبية لبين ما روح جهز حالي. هاجر ناوليها فنجان القهوة وجهزي لنا شي شغلة لحتى نضيفها يلا.